كيما كونساي. ماهوش ماهيش قناه التاسعه فقط اللي تكلمت ولا ممثلين في قناه التاسعه اللي تكلموا في حسن الزرقوني وفي في سيغما كونساي. تكلمت ناس واكثر ما عندك انت هادي الوطنيه جاوا هنا تكلموا من الوطنيه الدوامه تكلموا تكلموا ناس ما عندهمش علاقه بحد شيء سمعتهم يتكلموا. جعفر تكلم البرشا ناس تكلمت مستاء من الارقام اللي تقدم فيها سيغما كونساي. دونك ما نحطوهاش معركه ما بين قناه التاسعه وسيغما كونساي. النداء الان في حسن الزرقوني اللي نحبه ونحترمه مش وين تقرا الاحصائيات وين تتشمس. ايش الموضوع؟ شوف ما نصدقكش ما نصدقكش سامحني اعطيونا احصائيات اخرى. وش اسمه ميغالو نقدوك. انا كنت نستنى منه راجل مستوى عالي باش يجاوب مستوى عالي. هما حيوانات هما ناس مريضه ناس قليل الحياه باش نقولوا لهم احنا مش نربيو الناس الكل خليهم بالمرض نتاعهم يموتوا بشوي بشوي. اما تجيني تقول لي سيغما كونساي معناها كي انك جيتني انت تو كيفاش تحبني انا نقتنع ونصدق انسان يعمل في ديزيتود وهو ياخذ في شهريه من تلفزه اخرى. انا ضد الحرب هذه لانها حرب مليانه بالغيره والحسد والعقد وال انا ماهيش فجعه راهو زرقوني ولا شكون عمر ولا كانت بالنسبه لي انا حاجه تفجع ولا تخوف ولا جديده. استنسنا بيهم تشري من شين تشري من شين اخرى قال أذاك ما نخذش عليه رقاص. تحب تهبط الغدير معايا جرانا نولي لك انا صاحبي مستنقع. تحب تهبط المستنقع خرجنا عملنا احصائيات السونداج حبينا نعرفوا في يعني رمضان العباد تلم فلوس للعيد ولا دونك يستعملوا شقاقه. اسالنا اكثر شقاقه انهي ترفع قالوا شقاقتك Ha 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 ha